قبل ما ندخل في حصاد الموسم بشكل عام، اسالك سؤالين. اولهم موضوع المدرب. الزمالك ممكن يجيب صفقات كتيره، لكن في الاخر برضه من ضمن البنود اللي موجوده في اي كتالوج انك بتجيب المدرب وهو بيختار اللعيبه. لكن انت المره دي او حصلت كذا مره انك هتجيب اللعيبه وبعدين تركب لهم مدرب. ايه المشكله او ايه الحل في الحته دي؟ الحل ان انا استعجل بسرعه ان يكون مدير فني موجود. يعني انت ما جبتش صفقات كتير، انت جبت اشرف بن شرقي، رجعت محمد عبد الشافي، في حد تاني جه في نادي الزمالك، يعني متهيألي مفيش حد. يعني كله بقى كلام ان في ناس ماضيه بس لسه ما فيش حاجه رسميه. متهيألي دول اللي حصل بالفعل. اشرف بن شرقي مضى، محمد عبد الشافي مضى. نادي الزمالك طبعا خسر اسلام عيسى، صفقه اسلام عيسى كانت هتبقى مهمه جدا، قويه جدا بدل كهرباء. لكن خليني اقول لك بقى، الحق اجيب مدير فني يطلع مصري يطلع اجنبي. ليه؟ علشان كمان لو هو عنده ورقه ولا ورقتين مقتنع بيهم طبعا. ولا زي بالظبط زي ما مستر لاسارتي كده اقتنع بجيرالدو وجاب جيرالدو، هو عارف هيعمل بيه ايه، هو عارف انه لعيب سريع ممكن استخدم. يعني تلحق بس تظبط الكتالوج زي ما احنا بنقول. لو مصري يبقى مين؟ بص، كل ولاد نادي الزمالك يستحقوا، كل ولاد نادي الزمالك يستحقوا. المشكله مش في الاسم يا جماعه، المشكله مش في الاسم ولا الجنسيه، مصري ولا اجنبي. المشكله في ان يبقى فيه كتالوج صح، اللي هي فكره ان انا لو جبته مصري او جبته اجنبي اعمل نظام صح. يبقى قطاع الكوره مفيش اي تدخل، كل ولاد نادي الزمالك من اول كابتننا الكبير كابتن حسن شحاته طبعا خبره كبيره، كابتن حلمي طولان ممكن، كابتن طارق يحيى ممكن، كابتن احمد حسام ميدو ممكن، انا مش عايز كابتن محمد صلاح ممكن، انا مش عايز انسى حد يعني.